يعطيكم العافية. اليوم عندنا شغلة بسيطة بس وايد ناس من يستعملون الأندرويد ما يعرفونها، لو هي إن ميزة تغيير الكيبورد. إن أنت بالأندرويد تقدر تغير الكيبورد اللي أنت تستعمله، مو نفس الأنظمة الثانية اللي يكون عندك كيبورد واحد بس. فرضا خلنا نجرب شغلة الحين. الحين فرضا عندي أنا الكيبورد هذا، هذا الكيبورد طبعا نزله من الاب ستور من جوجل بلاي بلاي ماركت. زين، ف يعني تقدر تستعمل الكيبورد هذا في اكثر من شغله. زين، وفي عندك اختيارات، سواء الكيبورد هذا تنزل كيبورد ثاني. طريقه تنزيل الكيبورد وتفعيله بسيطه جدا. راح نروح على البلاي ستور، اسهل طريقه طبعا حقنا احنا بالنسبه حق العالم العربي يعني. زين، تكتب السيرش لما تدش على البلاي ستور، دش على البلاي ستور زين، وتطق السيرش اللي هني وتكتب عربيك كيبورد. هيطلع لك وايد اختيارات. زين، طبعا هذول الاختيارات كلهم يكون فيهم دعم اللغة العربية. زين، منهم طبعا يعني كيبوردات مشهورة من شركات معروفة. زين، وكل فترة تلقى فيه يعني كيبورد جديد ينزل. طبعا الحين على سبيل التجربة راح ننزل كيبورد، وفي كيبوردات طبعا ايضا موجودين، مو نسخة كاملة، نسخة تجريبية تجربها، إذا عجبك الكيبورد تشتري النسخة الكاملة. خلنا نفترض إن احنا بننزل هذا الكيبورد مالتي لينك كيبورد. زين، كيبورد وايد زين ويدعم العربي. نطق انستول، اكسبت اند داونلود. صار الانستول. الحين شلون نفعل الكيبورد؟ الحين الكيبورد مو متفعل، إذا أنا بنكتب ما نقدر نكتب. نرجع مرة ثانية، ندش على settings، نروح على language and input بالoptions language and input. راح نلاقي هني الكيبوردات اللي موجوده اللي احنا منزلينهم، اللي هو الكيبورد ان انبوت ميثود. زين، راح نلاقي البرنامج اللي تونا نزلناه اللي هو مونتلين كيبورد مو مفعل، ما في قدام علامه صح، اختاره نطق اوكي خلاص يتفعل. زين، طبعا ندش على السيتنجز مال المونتلين كيبورد، نلقى في اختيارات وايد خاصه في طريقه الادخال والشغلات الثانيه. اهم شيء عندنا طبعا اللانجويجز، نختار languages اللي هو ملوت الكيبورد. زين، طبعا احنا عندنا اهم شيء انه يكون في عربي. العربية زي ما انتم شايفين هنا، اختار العربية، شي تفعل عندنا اللغة العربية بالكيبورد. الحين نطلع من السيتنجز، زين، طبعا هني في الديفولت كيبورد. زين، نختار الديفولت. الحين نختار الماتلينك مثل ما قلنا على سبيل التجربة. نرجع مرة ثانية على البلاي ستور، نكتب السيرش، تغير عندنا الكيبورد مثل ما انتم شايفين هنا. طبعا كل كيبورد يختلف يعني بالاوبشن ماله، يعني هذا الحين اساس انه غير اللانجوج اللغة، سوي سلايد تحت
اللغات الموجودة ومنها العربية. طبعا في كيبوردات انزين يكون معاها قاموس ديكشنري على اساس انه يعطيك الاوتو كومبليت اللي هو تكمل لك الكلمات، زين تكتب كم حرف يكمل الكلمات. واغلب الكيبوردات يكون فيها اعدادات وسيتنجز انزين تضبطهم ويطلع معك بين الكيبورد اللي انت تحتاجه والشغلات اللي انت تحتاجها في الكيبورد نفسه. وهذه الشغلة يعني تعتمد بالنسبة للمستخدم على حسب كل واحد، يعني فرضا انا الكيبورد هذا عاجبني، شخص اخر يقول لا في كيبورد اخر. انزين كذي نكون خالصين ان شاء الله. اذا اي واحد حب نصايح بالنسبة للكيبوردات او شنو افضل كيبورد ينزله ما عندي اي مشكلة، بس يكتب لي بالكومنت تحت وانا ان شاء الله راح احاول ارد عليه باسرع وقت ممكن ان شاء الله. يعطيكم العافية، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، تعطونا لايك، وإذا حبيت القناة سبسكرايب إذا ما عجبكم. شكرا جزيلا.